Exercice numéro 8. قال لك résoudre les équations suivant حل المعادلات التالية. دونك عندنا A اللي هي x ناقص 6 كتساوي 20. يعني x كتساوي 6 ناقص 6 نديوها لهيا تولي 20 زائد 6 كتساوي 26. عاوتاني المعادلة اللي موراها هي x ناقص 4.5 كتساوي ناقص 6. يعني x كتساوي ناقص 4.5 نديوها الجهة لهيا، دوك هي ناقص 6 مقصش فيها، هادي نديها لهيا، هنا سالبة، من هنا تمشي لهيا تولي موجبة، تولي زائد 4.5. هادي باش نحسبها وتجيني سهلة، غادي نشوف شكون العدد اللي كبير، العدد اللي كبير هو 4.5، هادي سالبة، دوك نجي يعني ناقص 6 سالبة، يعني 6 راه كبيرة على هادي ولكن كاين الناقص، دوك نجي نحط الناقص هنا. وشنو دير؟ دير 6 ناقص 4.5 اللي هي شحال؟ اللي هي 1.5. 1.5 تكتبو هكا سهلة، يعني يجيك سالب. المعادلة اللي مور هادي هي ناقص x زائد 10 كتساوي ناقص 10، يعني ناقص x ما نقش فيها وندير تساوي ناقص 10 ما نقش فيها، وهذه شنو هذه موجبة تمشي ليها تولي سالبة تولي ناقص 10 أخرى، يعني كتساوي ناقص 10 ناقص 10 هي ناقص 20. مزيان، شنو عندي هنا؟ ناقص x، هاد الناقص هادي نديها لهي كتولي ناقص ما تمشي لهي تولي ناقص مقسومة، حيت هنا دابا هادي باش تعقلو عليها راه كاينة ناقص واحد مضروبة في x، فهمتو؟ ولكن الواحد ما كنكتبوش، ملي ما كنكتبوش كتولي مكتوبة غير الناقص حدا x، فهمتو؟ دوك مهما مضروبة ملي كتمشي لهنا شنو تولي هاد ناقص واحد هنا؟ تولي مقسومة على ناقص واحد، ياك سهلة، يعني الناقص والناقص كيوليو زائد، يعني هنا تولي زائد 20، إي منين نديو الناقص لهنا تولي زائد 20 حيتاش تضرب ولا تقسم على نفس الناقص، فهمتو؟ سهلة، يعني إكس كتساوي 20، واضحة. آخر وحدة هي ناقص إكس زائد 5، عندي ناقص إكس نخليها بلاصتها كتساوي 5 نخليها بلاصتها، هادي نديها لهنا تولي ناقص 5 حيتاش موجبة، هتحسبها هتجي 5 ناقص 5 هي 0، ناقص إكس كتساوي 0، يعني هاد الناقص نديوها لهنا تولي 0 حيتاش أي حاجة ضربناها في الزيرو كتبقى 0، واضح؟ دونك هذا هو الحل نتاع التمرين 8.